اه دي حقيقة والله، عندي ظروف عائلية كده هتمنعني من السفر يعني. طيب هل علمت ان الكابتن مانويل جوزيه قد قدم استقالته من تدريب اتحاد جدة السعودي؟ اه يعني عرفت بس امبارح؟ عرفت امبارح ولا امتى؟ لا من شوية كده بس. من شوية. طيب خلينا نكون كده بمنتهى الشفافية مع الناس يا كابتن ناجي، هل الاتصالات مفتوحة بشكل عام بصرف النظر عن مسألة احتمال هو يجي أو ما يجيش بينك وبينه خلال الأيام الماضية؟ طبعا لسه مانويل جوزيه صديق، لكن بقالي فترة ما فيش اتصال بيني وبينه يعني حقيقة، وقريت النهارده على الانترنت كده ان في اتصال، وهو قال لي مش عارف قصه كده معموله، لكن دي طبعا ما فيهاش اي اساس من الصحه يعني. يعني فيش اي اتصالات بينك وبينه؟ فتره من فتره ما فيش، وانا بقول ان اللي مكتوب النهارده على الانترنت ده ملوش اي اساس من الصحه خالص. لا ما على النت بيكتب كلام كتير ملهاش اي اساس من الصحه. طيب يعني هل هناك مشروعات تدريبيه خاصه بيك يا كابتن في ذهنك؟ اصل انت مش ممكن هتقعد في البيت، ومش ممكن هيجي لك عرض وانت ما عندكش عروض وترفضه. والله كان عندي بعض العروض، لكن انا فضلت الراحه شويه الفتره دي يعني. الراحه دون وجود اي حاجه في جعبتك يا كابتن احمد؟ والله الراحه المهمه، المهمه الفتره اللي جايه دي يا كابتن مدحت. فعلا. وبتمنى طبعا التوفيق للناس اللي بتشتغل، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويحققوا ان شاء الله يعني انتصارات للنادي الاهلي باذن الله. هل تتوقع قدوم مانويل جوزيه لتدريب الاهلي يا كابتن بشكل شخصي؟ والله ممكن طبعا، مستر مانويل جوزيه ليه تاريخ طويل مع النادي الاهلي، ووارد جدا طبعا النادي الاهلي يفكر فيه، لما له من بصمات وانجازات في مصر وفي النادي الاهلي. هل ترى انه الانسب مع الاخفاق اللي حدث في المملكه العربيه السعوديه؟ اعتقد ان مستر مانويل جوزيه يعني مدرب كبير ويقدر، وانا شايف ان هو ما اخفقش ولا حاجه في السعوديه، شايف ان هو طبيعي جدا. لو انت بصيت لنتائج الهلال هتلاقي نفس الحكايه، شباب نفس الحكاية، ما فيش فرقة يعني مكسرة الدنيا، لكن هو طبعا كان محتاج لعيبة وكان متفق معاهم انه عايز لعيبة في يناير، واعتقد انه حصل ما فيش اتفاق، فيعني انا من وجهة نظري ان ما عندوش فشل ولا حاجة. هل في بديل رشحته للكابتن البدري مكانك يا كابتن؟ لا والله طبعا حسام هو اللي هيختار البديل يعني. شكرا يا كابتن احمد، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني هو في اتنين بدلاء، في ابراهيم عزيز بترول.